الحاج عادل من أقدم مربيين المواشي على مستوى مصر كلها، خبرته في التربية ورثها أباً عن جد. من نظرة واحدة يقدر يعرف بالظبط الحيوان محتاج إيه، حاسس بإيه، جعان ولا لأ. خبير حقيقي، مفيش حاجة تخص الحيوانات ما يعرفهاش، عشان كده دايماً بيختار لهم أعلاف الوطنية، لأن شركة الوطنية بتقدم أعلاف آمنة ونباتية 100%، تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا وإنتاجها بأنواع مختلفة، ناعم ومصبعات، بتركيبات غذائية مخصصة للحيوانات المختلفة زي الأبقار والجاموس والأغنام، وبتقدم لهم تغذية مثالية بأعلى نسبة بروتين، وبالتالي بتضمن للمربي أفضل معدلات تسمين وأعلى معدل لإضرار اللبن. عشان كده لو سألنا الحاج عادل عن نصيحة تلخص خبرته في تربية المواشي هيرد ويقول: أعلاف الوطنية.